أعظم أسلوب يوصل الإنسان بربه عز وجل هو أسلوب الرجاء. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. حينما يرجو العبد شيئا من ربه عز وجل، يرجو الولد، يرجو النعم، يرجو الرزق الواسع، يرجو العفو والمغفرة من الذنوب، حينها الله تعالى يعطي عبده ما يريد حينما يخلص لله عز وجل في الرجاء. ربنا عز وجل في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما أعظم وما أوسع من رحمة الله تبارك وتعالى. فأسلوب الرجاء أسلوب عظيم، حينما يعني يتضرع الإنسان إلى الله عز وجل ويرجو ربه، يرجو العفو والمغفرة، وذلك بالانكسار والخدوع والخضوع بين يدي الملك الجليل جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. لذلك الرجاء من الله تبارك وتعالى من الأساليب التي يحبها الله عز وجل، لأن الله يحب عبده أن يرجوه وأن يطلب منه العفو والمغفرة والفضل منه جل وعلا. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصيني.